لو انت عايز تشحن السيزون ببلاش ومش معاك فلوس فانت اتفرج على الفيديو للاخر وهتشحن السيزون مجانا في اقل من دقيقة. فانت اتفرج على الفيديو للاخر وانت هتشحن السيزون في اقل من دقيقة. كل اللي عليك بس اتفرج على الفيديو للاخر، انت هتعمل حركة واحدة بس وهتكسب عليها رويال باس. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهاردة يا اخواتي فيديو يعني صغير كده عن التيك توك وربح التيك توك، وفي النهاردة مسابقة يا رجالة على 20 رويال باس. تمام. قبل اي حاجة بس عايزك تصلي على النبي، تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش، واسف لو صوتي متغير او في حاجة، بس والله العظيم يا جدعان بتكلم بالعافية، والله بتكلم بالعافية، فمعلش يا جدعان اعذروني. وان شاء الله بكرة يبقى في فيديو كويس عن موقعي وشرح عروض، وان شاء الله هتستفاد منه، وفيديو النهارده برضو هتستفاد. هتعمل خطوه واحده صغيره هتربح منها رويال باس. شفت يعني شفت السهوله؟ بص وركز معايا عشان النهارده والله العظيم هخليك تربح رويال باس، يعني تربحه. تمام، بس انت ركز معايا، كفايه مقدمه، يلا نبدا في فيديو النهارده. بص يا رجاله، ده التيك توك. تمام، التيك توك منزل، لو انت مثلا مش منزل تيك توك قبل كده ببعت لك رابط الدعوه بتاعي وتنزله وتحط رمز الدعوه، بتاخد فلوس وانا باخد فلوس. تمام، بس انت هتاخد رصيد من البرنامج وهتاخد مني رويال باس كمان، يعني انت فاهم. بص وركز معايا، اول حاجه كده دي واجهه التيك توك. تمام، لو انت معاك فلوس وعايز تسحبها، طبعا لو انت معاك فلوس وعايز تسحبها طبعا هدوس سحب. تمام، تقدر تسحبها فلوس كاش اللي هي بايبال او حساب بنكي او رصيد. تمام يا رجاله، طبعا انا ساحب من التطبيق بتاع حوالي 8000 جنيه، صارف منهم بتاع حوالي 4000 او 3500 دعوات. تمام، والباقي واخده. والطريقه دي يا جدعان شغاله للمصريين بس. تمام، والطريقه مش فيك، طالما انا نزلت عن حاجه فانا بقول لك الطريقه مش فيك، وانا هخليك تستفاد بس هتاخد مقابل يعني عشانه، يعني انت مش هتعمل حاجه ببلاش زي باقي اليوتيوبريه بيقول لك نزله وبتاع مش هتاخد حاجه والكلام ده. لا، انت هتنزل التيك توك من الرابط بتاعه وتحط الكود بتاعي هتاخد رويال باس، واقول لك ازاي تنزله واقول لك كل حاجه. تمام، بس اشرح لك التطبيق. لو انت دعيت شخصين هتاخد 110، لو دعيت 4 هتاخد 600، لو دعيت 14 بس هي مش 14 هي 20 هتاخد 3000. تمام، طبعا انا دعيت 39 واحد. تمام رجاله، وبس كده، ده كده شرح التطبيق، يعني ده كده شرح التطبيق. ازاي بقى انت تكسب رويال باس؟ اقول لك دلوقتي حالا ازاي تكسبه، ثواني بس. بصوا بقى يا رجاله وركزوا معايا جدا. تمام، دلوقتي دي الصفحه اللي انا سيبها لك، مش الصفحه دي، اللينك اللي انا سيبه لك تحت في الوصف. تمام، ده اللينك، لازم تنزل التيك توك من اللينك اللي انا سيبه لك تحت في الوصف. تمام، اللينك ده اول ما هتدوس عليه هيظهر لك بالواجهه دي. هتعمل ايه؟ شايف كود الدعوه ده؟ هتاخده نسخ، وبرده كاسب لك لينك كود الدعوه تحت التطبيق على طول تحت اللينك. ما ينفعش تروح تنزل التطبيق من نفسك، لازم تنزله من اللينك. تمام، علشان تاخد رويال باس. تمام يا رجاله، هندوس على تنزيل تيك توك اللي هي دي. تمام، اعلم لك عليها بردك اهي يا رجاله، ثواني اغير اللون. بس لازم وضروري تليفون، عمره ما نزل تيك توك خالص، تليفون بقى، تليفونين، 5 10 براحتك، انا هختار 20 شخص واكسبه رويال باس. تمام، دلوقتي وداني على المتجر تلقائي، هندوس تثبيت. اديني بقولها لك تاني اهو، اوعى تروح تنزله من نفسك، ولازم تكون اول مرة يعني هتنزله فيها، ما تكونش منزله قبل كده. تمام، وهتدوس على فتح. تمام، بص وركز معايا عشان ايه ما تجيش تقول لي يا يوسف انا حصل معايا خطأ ومش عارف ايه والكلام ده. وان شاء الله الفيديو بتاع بكرة لو لقيت يعني الناس سجلت فعلا هختار 20 واحد وهكسبه. تمام، وهسيب لك لينك الواتس بتاعي ولينك الفيس تحت في الوصف. تمام، انزل برضو اتكلمني لو انت احتجت حاجة او عايز تعمل موقع ربحي او عايز تعرف حوار التيك توك ده ايه. تمام، اول ما دوسنا هندوس متابعة. تمام، هنسجل بالجوجل، خليك سجل بالجوجل افضل حاجة. تمام، اللي هو ده المتابعة باستخدام جوجل. تمام، بص وركز معايا عشان انا اقول لك كلام دلوقتي مهم. اول حاجة لما يقول لك تاريخ الميلاد هتخليه 1991. تمام، او 1990، وهنخليها يعني الشهر واليوم مش شرط اي حاجة. تمام، طبعا انا بعمل كل ده على ايسلاند، وعلى ايسلاند مش هيحسب معايا، انا بوريك بس انت بتعمل ازاي. تمام،
عندوش متابعة، تمام، متابعة برضو. بصوا يا رجالة، أول حاجة كده فكك من دي ثواني. بص يا رجاله، اول حاجه كده لو انت ما لقيتش الصفحه اللي احنا دخلنا عليها في الاول دي، عندك حاجه اسمها تيك توك كاش اللي هي فوق اهي، تمام، يا اما تدوس على الملف الشخصي، تمام، وهتدوس على العلامه اللي هي بتاعت التيك توك دي، تمام، اللي هي بتاعت الذهب دي، تنزل تحت كده هتلاقي حاجة اسمها ادخل رمز الدعوة لتربح ما يصل الى 70,000 نقطة، تمام. طب ايه هو في ايه؟ تمام، هنحط الكود اللي احنا نسخناه، تمام، ادي الكود. طبعا مش هينفع معايا على ايسلندا عشان تبقى عارف، تأكيد. هيقول لي لا يمكن السحب على هذا الجهاز، تمام. السبب لان انا شغال على نفس الجهاز بس على ايسلند، فكده مش هينفع، تمام. فانت لازم تعمل الخطوات دي على تليفون عمره ما نزل التيك توك، تمام. هتقول لي طب انا هربح الرويال بس ازاي؟ بص يا نجم، اول حاجه كده انت هتجيب تليفون او 2 او 5 او 10، اي تليفون عندك ما نزلش التيك توك. يا رب لو هتجيب لي قد ايه، كل تليفون هتسجل بيه هختار 20 شخص اكسبه رويال باس، تمام. اول 20 هيسجلوا هكسب كل واحد فيهم رويال باس، يعني انت هتسجل هتاخد رويال باس، تمام. طب الحوار ده يعني في قد ايه، يعني متاح ليك في قد ايه؟ هما 4 ايام بس، تمام، يعني النهارده وبكره وبعده وبعده، بعد كده خلاص كده المسابقه خلصت. لو انت سجلت مش هديك حاجه، فانت متاح النهارده وبعده وبعده وبعده. شوف صحابك، شوف جيرانك، شوف قرايبك، شوف اي حد مش منزل تيك توك خالص، واعمل نفس الحركات دي، تمام. بعد ما تعمل كده كلمني على الواتس واعمل لي سكرين بانك سجلت، تمام. لازم تعمل لي سكرين، وتعمل لي سكرين على الاسم بتاعك بتاع الملف الشخصي اللي هو ده، تمام. هتعمل لي سكرين، هخش عندي الاقيك عندي فعلا، هقول لك تمام فيديو بكره ان شاء الله او فيديو بعده هكسبك الرايل بس، تمام. بس كده يا رجاله، يعني الموضوع سهل جدا، تمام. ومش هقول لك بقى يعني نزله وما تاخدش حاجه، لا، انت هتنزله وتاخد مكانه رايل بس، تمام. وانت لو عايز تعمل موقع ربحي او عايز اي حاجه او عندك مشكله او عايز اي حاجه، سيب لك لينك الواتس ولينك الفيس تحت في الوصف، انزل كلمني، تمام. بس كده يا رجاله، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ولو انت عوزت حاجة زي ما قلت لك كلمني. بس كده رجالة، اشوفك في فيديو بكرة، يلا سلام.